كنت بحاجة للعثور على مساحات أفضل، لذلك قررت تطوير الطريقة التي أتزلج بها. كان هذا بالتأكيد أغرب شيء قمت به في حياتي. يحدث أمر ما عندما تتوفر الظروف المناسبة وتحين تلك اللحظة التي يمكنك خلالها تحقيق ما تصبو إليه. ليس هناك شيء أفضل من هذا، ولذلك أحبه. قد يصفهم البعض بالجنون، لكنهم الأفضل في مجالهم. ليسوا مجرد رياضيين، فرياضتهم لا تعرف حدوداً ولا تعترف بقوانين. هل هم مستكشفون أم هم فنانون؟ إنجازاتهم لا تدوم لأكثر من لحظة، فلما يخاطرون إذن بكل شيء لتحقيق إنجاز سريع الزوال؟ هبوط سريع أو مسار وسط الثلج أو قفزة في الفضاء، ربما ما يسعون إليه هو بلوغ الذروة، ذروة الجمال، ذروة المغامرة. ذروة الجنون. بالنسبة لمعظم المتزلجين، الصلب والخرسانة هما تحديداً ما يحاولون تجنبه في المدينة، فيذهبون للتزلج على المنحدرات في عطلة نهاية الأسبوع. لكن بالنسبة لمايسترو التزلج كام رايلي، فإن التضاريس الحضرية لوحة رسم بيضاء. التزلج على الطريق يقوم أساساً على الخروج واستكشاف أراضٍ جديدة في بيئة حضرية وإيجاد أشياء يمكن التزلج عليها. ولد كان في بيفرلي بولاية ماساتشوستس القريبة من بوسطن. تعلم التزلج في المنتجعات الجبلية في الشمال الشرقي، لكنه سرعان ما وجد نفسه منجذباً إلى ممارسة الألعاب البهلوانية في الحديقة الناشئة ووسط مشهد الأنابيب. نتيجة لتشوقه للعثور على تضاريس أكثر صعوبة، انتقل كام إلى كولورادو حيث شحذ مهاراته على سفوح جبال روكي. في نهاية المطاف غامر كام بارتياد طريق لم يسبقه إليه أحد أبدا. أصبح كام يتزلج في الشوارع، وأسلوبه ورؤيته دفعا به إلى قمة هذه الرياضة المتطرفة والجديدة. جاء الاعتراف سريعا، إذ تم ترشيحه لجائزتي أفضل عرض بمسابقة باودر وترشيح آخر لأفضل أداء ضمن فئة الرجال. كنت بحاجة للعثور على مساحات أفضل، لذلك قررت تطوير الطريق التي أتزلج بها، والشوارع هي المكان الذي أعثر فيه على بغيتي. يمكنني القول إنني معروف بقيامي بالحركات الأكثر إبهاراً وغرابة، أي شيء أتحدى نفسي لإنجازه. على القضبان وأسطح البنايات والجدران المبنية من الطوب وأكوام الثلج المتراكمة، جدد متزلجو الشوارع تلك الرياضة التي وجدها بعض النجوم الصاعدين رياضة مستهلكة وتفتقد لروح التحدي. عندما نشأت في أوائل الألفينيات، استهلمت رياضة التزلج على الثلج في الشوارع فكرة الإبهار من الرياضات الحضرية كالتزلج على اللوح والتزلج على الجليد. ومثل نظرائهم من متزلجي الجبال الكبيرة، يقضي متزلجو الشوارع موسمهم في التعثر على الطريق بعد سقوط الثلوج الطازجة، بحثاً عن التضاريس الحضرية غير الاعتيادية في جميع أنحاء البلاد.
عليك أن تكون مستعدا لمواجهة أي عدد وأي نوع من الأسطح. عليك أن تكون متحكما. يبدأ الخطر حتى قبل أن تنتعل الزلاجات. القيام بالحركات البهلوانية في الشارع يبدو كالعمليات السرية، إذ غالباً ما تتم ممارستها خارج حدود القانون، وهذا جزء من التشويق. عندما تتزلج على الطريق برنامجك يكون مختلفاً عن المتزلج العادي، لأنك تعمل في أوقات غير عادية وفي جنح ظلام، تتسلل في كل الأنحاء، وهذا أسلوب مختلف. إن إدارة المخاطر المادية قد تكون أسهل من بعض العناصر الأخرى التي لا يمكن التنبؤ بها في المجال الحضري. العديد من الناس لا يتقبلون وجودنا في الكثير من المناطق، ينتابهم ذلك الشعور بالمسؤولية، فالناس يقلقون من أن نؤذي أنفسنا. نحن نخوض ما يشبه حرب العصابات في الشارع، لذلك ففي الكثير من الأوقات ندخل ونخرج في أسرع وقت ممكن، لأننا نشعر بالقلق عندما نكون بالخارج ونقلق باستمرار من أن يخرج شخص فجأة في طريقنا ونصطدم به، وهذا يدفعك أكثر للانتهاء من الأمر بسرعة. إذا كنا في منطقة مرتفعة فإننا نمارس هذه الرياضة دون تشغيل الأضواء، لأن الأضواء بالطبع تجذب الكثير من الاهتمام، لذلك نحن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة. من أهم الأمور فيما نقوم به القدرة على استعادة الزخم والانطلاق عندما تحتاج إلى ذلك فورا، فليست هناك فترة إحماء فيما نقوم به. لا أقول إن الأمر ممتع في كل وقت، التزلج ممتع ولهذا يمارسه الناس، ولكن بالنسبة لنا الأمر ليس ممتعا على الدوام، الأمر يكون مرعبا في أحيان كثيرة. ثمة خطر متأصل وجميعنا ندرك ذلك، ولكن ثمة جزء يجعل الأمر مجزيا بالنسبة لنا. كلما ازداد الأمر غرابة ازداد رضاي عن نفسي عندما أنجزه وأنتهي منه. المتزلجون في الشوارع يخاطرون بكسر أعناقهم في كل مرة يحاولون فيها أداء حركة جديدة، والإصابات تكون بقدر درجة خطورة مسارهم. عظمة الذنب؟ نعم، أظن أنني أصبت بكسر في عظمة الذنب. سأبقى مستلقياً وألتقط أنفاسي، هذا يشعرني بالتحسن. أعتقد أنني بخير. أصبت مرات لا تعد ولا تحصى. في بعض الحوادث الكبيرة كسر كاحلي وانهارت رئتي وكسرت أضلاعي، وثمة الكثير من الإصابات الأخرى التي لا تزال تزعجني. كل هذه الإصابات بالتأكيد تدفع المرأة للتساؤل، لماذا لا أزال أفعل هذا؟ الأمر لا يمكن شرحه بالضبط ولا حتى لنفسي، ولكن يحدث شيء عندما تتوافر الظروف المثالية وتحين تلك اللحظة التي يمكنك خلالها تحقيق ما تصبو إليه. ليس ثمة شيء أفضل من ذلك، ولذلك أحبه. بالنسبة لكام وطاقمه، اقتراب الشتاء يعني أن الوقت قد حان لجلسة التخطيط. إلى أين ستقودهم دورة العواصف القادمة خلال الأشهر الأربعة التالية؟ الموسم في بدايته وعلينا نضع بعض الخطط، لذلك قررنا العودة باتجاه الشرق. حان وقت العودة إلى ديارنا. حان الوقت لرحلة برية يحمل كام وطاقمه مزلجاتهم ويغادرون جبال روكي. سيسيرون 2000 ميل نحو بوسطن، حيث خططوا لتحسين مهارتهم في رياضتهم بينما يستعيدون الاتصال بجذورهم.
الجميع كان متحمسا للعودة إلى بوسطن. كل ما كنا نفعله هو الأكل والشرب والتنفس. مجرد القيادة في أنحاء بوسطن يوفر لك حقا بعض الخصائص الفريدة التي يمكنك العمل عليها. وصل كام وطاقمه في أعقاب عاصفة شتوية وبدأوا فورا في البحث عن بوسطن، عن هدفهم الأول. نقضي ساعات وأياما إما على نظام تحديد المواقع أو في القيادة بالجوار في محاولة للعثور على ذلك النوع الخاص من المواقع الذي نبحث عنه. يرى محترفو التزلج في الشوارع المدينة من منظور فريد من نوعه. كان كام يبحث عن جدران شديدة الانحدار وقضبان ملتوية ومدارج عميقة وأي تراكيب مثيرة للدهشة. تلك هي اللوحة الحضارية التي يحولها خيال المتزلجين إلى مسار. ليس من الضروري دائما وجود تل لكي نستمد منه سرعتنا، فهناك سبل أخرى للقيام بذلك، من بينها استخدام الحبال المطاطية، حيث يقوم شخصان أو ثلاثة بسحب الحبل باتجاه الشخص المتزلج، وعندما يصبح مستعدا يأخذ بمقبض الحبل ويسحب باتجاه المكان المنشود مباشرة. ومن بين طرق توليد السرعة أيضا استخدام جرار آلي. لدينا آلة صنعت خصيصا تشبه محرك عربة السباق الصغيرة، وهي مزودة ببكرة من الحبال. عندما يكون المتزلج مستعدا يشغل الجرار ويسحب الحبل. هذا الجهاز يفتح لنا عالما جديدا لما يمكننا القيام به بالزلاجات. تلك الأجهزة خطيرة جدا، وعندما يفلتها المتزلج تصبح كسلاح، ولا أحد يريد أن تكون في مرمى النيران. فيما يلي في برنامج رياضات مجنونة، عاصفة ضخمة تضرب بوسطن، لكن على الرغم من حظر القيادة في أنحاء المدينة، سيجرب كام وطاقمه حظهم في مواجهة التحدي الأكبر لهذا الموسم. كان هذا بالتأكيد أغرب شيء قمت به في حياتي، ولكنني كنت بحاجة للقيام به. محترف التزلج في الشوارع كام رايلي وطاقمه سافروا من جبال كولورادو إلى مدينة كام بوسطن لتحدي معالم الحضر. بوسطن عالم من الفرص، ولكن كام وطاقمه لديهم بعض الأعمال التي لم تكتمل بعد على بعد 8 أميال شمالاً في محطة القطار في وينشستر. تعرض كام قبل عامين لخلع في الكتف في نهاية الموسم. والآن في وينشستر لديه مرة أخرى فكرة جديدة خطيرة. هذا جنون ولا يصدق. المسافة التي حصلت منها على كل سرعتي كانت فوق سكة القطار مباشرة، وقد راود الشك جميع أفراد الطاقم بشأن جدوى ذلك. الساعة الآن نحو 3:40، أمامنا 15 دقيقة أخرى لكي ننتقل إلى مسار مختلف. كنت مصراً على تحقيق ذلك الإنجاز، لذلك قررنا الإسراع والإعداد للمغامرة. وفي خضم ذلك كان القطار يأتي مسرعاً وعلى الأرجح بسرعة تصل إلى 120 كم/ساعة، فكنا جميعاً نقفز حرفياً من فوق القضبان. كان هذا وشيكاً، كنا تحت ضغط وكنا نعرف أن الشرطة قد تظهر في أي وقت. كنت بالتأكيد قلقا بعض الشيء، فقد كان يجب أن يتم سحبي على طول سكة القطار وأن يتم ضبط الحبل في الزاوية المناسبة لتوجيه جسدي باتجاه الجدار والتزلج نحو الأسفل لنحو 6 أمتار مع قدر لا بأس به من العواقب. أول مرة لم أنجح فيها تماما، وانتهى الأمر بي إلى إيذاء كتفي. عندما يتلقى المرء الضربة الأولى ويقوم منها يزول القلق نوعا ما، وتصر على التسلق مجددا وإعادة الكرة. أنا أتزلج وهذا هو سبب قيامي بذلك، إنه ذلك الشعور الذي ينتابني هناك. كان إنجاز تلك الحركة عند محطة القطار وسيلة جيدة لإعطاء دفعة لما نقوم به. إنجاز حركة في مكان كهذا تحفزنا حقا. بعد أن أثبتوا أنفسهم في وينشستر، عاد كام وطاقمه إلى شوارع المدينة بحثا عن الحركة الكبيرة التالية.
لدينا قائمة بالمواقع، ولكنك قد تجد أحيانا جوهرة خفية بمحض الصدفة. تلك القضبان الطويلة مثلا التي صادفناها للتو بينما كنا نقوم بمسح المنطقة على نظام تحديد المواقع، تبين أنها كنز. فقررنا فورا أن نستعد لإنجاز الحركة وتنفيذها. الهدف ليس الوصول إلى النهاية فحسب، بل البقاء على القضبان طول الطريق. إنها حقا حيلة من حيل العقل، ويمكن أن تكون محبطة للغاية، ولكن هذا ما يجعل الأمر مجزيا عندما تبلغ النهاية. بمجرد أن نحصل على تلك الفرصة التي كنا نبحث عنها، نخرج بأقصى سرعة وننتقل إلى الحركة التالية. يوجد موقع الحركة التالية على بعد 32 كيلومتراً شمال غرب بوسطن، موقع معروف في أوساط متزلجي الشوارع، لكن لدى كان فكرة جديدة. نحن نعرف تلك المنطقة في كارلايل ماساتشوستس، يرتادها الناس منذ سنوات للتزلج على القضبان. القضبان التي أنشدها لم يسبق لأحد أن تزلج فوقها من قبل. تقوم هذه الحركة بالأساس على القفز فوق الممر والهبوط على القضبان الحديدية بسرعة كبيرة، ثم الإبطاء حتى التوقف. فبعد الجزء المنبسط تنغلق القضبان وتنتهي إلى قضيب عامودي، وإذا اصطدمت به فستكون النهاية مأساوية بحق. كان هذا من المواقع التي تطلبت استعدادات كثيرة، وفيما كنت أقوم بالإحماء وعلى وشك القيام بها ظهر شرطي. هذا أسوأ سيناريو. توسلنا إليه لفترة من الوقت، ثم وافق على منحنا 10 دقائق، فكان علي أن أتحلى بالدقة. ينتابك شعور ما وأنت ترتفع في الهواء والقضبان تحت قدميك مباشرة فتصيب الهدف. لا شيء أفضل من أن تنفذ الأمر كما تصورته تماما. بعد 6 أسابيع في بلدة بينز، أصبح الطاقم على استعداد للانتهاء والعودة إلى جبال روكي. لكن بينما كانوا يعدون للرحيل، ألقت عاصفة أخرى بعدة أمتار من الثلوج على المدينة، فأغلقت الطرقات وأصدرت الحكومة حظراً على القيادة. لا يمكننا أن نقود سياراتنا دون أن توقفنا الشرطة وتعد مخالفة، أو قد يصل الأمر إلى الحبس سنة. إنهم يعرفون ما يجري. هذا محبط. عاصفة فرانكين. حسناً، أعني هل توقفون الناس لهذا السبب؟ نعم، نعم، أسمعك، حسناً. قال ربما عليكم الرجوع إلى مكتب المحافظ بما أنه هو من أصدر القرار. فقلت هل توقفون الناس لهذا السبب؟ فأجابني هذا الأمر ليس على رأس أولوياتنا، ولكن لا يمكنني القول إن هذا يسري على الأماكن الأخرى. إذن في ميدفورد لا يتم توقيف الناس لهذا السبب. تحت جنح الظلام يتوجه الطاقم إلى ضاحية ميدفورد على بعد 10 كيلومترات شمال غرب بوسطن. مع وجود هذا الثلج المتساقط حديثاً، أردت أن أستغل الفرصة للعودة إلى قضبان ثانوية ميدفورد. لطالما أردت القيام بذلك، ولكن الثلج كان قد اختفى في الرحلة الأخيرة، ولكنني أرى الآن أن الفرصة مثالية. تتكون بالأساس من قضيب مسطح ينحدر للأسفل، وبه فجوة تبلغ 6 أمتار من وراء السياج حتى مقدمة القضبان. كان هذا بالتأكيد أغرب شيء فعلته في حياتي، وعرفت أنني بحاجة للقيام بذلك. ودي
السرعة التي يتطلبها الأمر ستدفعني لاستخدام الجرار، وهو ليس مريحا دائما، فهو غير متناسق للغاية ويعتمد على الشخص الذي يتحكم به. أنا بحاجة إلى شحذ الكثير من السرعة في القفزة لتجاوز تلك الفجوة على القضبان. إذا كانت بطيئة فسوف أصطدم بواجهة القضيب، وإذا انطلقت بسرعة فسأهبط على الجهة المسطحة. النتيجة لن تكون جيدة. ما إن حصلت على سرعتي حتى هبطت بجانب القضيب. عند هذه النقطة أدركت كم هو صعب أن أثبت الزلاجات على ذلك القضيب وأن أصل إلى نهايته. وكانت ثمة صخرة في القاع كنت أبصرها كل مرة أقفز عليه. بضربة واحدة هبطت وانكسرت زلاجاتي. لم تكن الحالة مثالية بأي حال من الأحوال. اضطراري للتعامل مع هذا أثار جنوني. توقفت لأحصل على زلاجات جديدة. إنه شعور مخيف لأنك لا تعرف ما سيحدث بمجرد أن تضع زلاجاتك على القضيب. كنت أعرف أن هذا سيكون أروع عمل أقوم به. كنت بحاجة لتحقيقه. كانت تلك أفضل طريقة يمكننا إنهاء رحلتنا بها. كم كان رائعاً أن نعود إلى بوسطن ونحقق ما قررنا القيام به بوجودنا هناك وتطوير رياضتنا. إنها رياضة قصوى، وهذا هو سبب ممارستنا لها.